اليوم الساعة 1. وين كنت؟ كنت في الدوام. وين يعني في الدوام؟ في العزبة. يعني بتعترف انك كنت في العزبة؟ وبعد العزبة شو عملت؟ كنت في النابة. احكي لي بالتفاصيل، من الحزبة للنابة شو عملت؟ حمل الخضرة أنا ومعلمي من الحسبة ونزلناها الجمعية. معلمي؟ معلمك، معلمك اللي تعب ويفهمك، معلمك اللي فقد تركيزه ومركز معك. شو يعني دقة بلون السطل ونوع البضاعة؟ طب أنا شو عملت يا معلمي؟ شو عملت؟ فهمتك ألف مرة، شغلنا لازم يكون خالي من الشوائب. طب أنا والله كنت أدور وأطلع وأتفرج وأطلع وعيني كانت ست على ست، بس أنا بعرفش إذا يعني، وأنا مش منتبه حطوا إشي في قلب الهي، بس أنا كنت والله يعني بتفرج، بس أنا ما عملت إشي غلط. شو هاي؟ شو هاي؟ هاي اللي بتعطل الماكينات وبتخربها للجمعية، هاي اللي بتعطل شغلنا، هاي بتقعدنا عن الشغل، هاي هي الشوائب.